السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، آه ناسف على التأخير السبع آه دقائق أو دقائق دول، آه وأتمنى لكم آه يوم سعيد ومستقبل سعيد إن شاء الله. اليوم بنكمل الجزء الثاني من محاضرة ما نحو منظمات مدنية فاعله. مع نحو منظمات مدنية فاعله، الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم فيه عن تعريف المنظمات والمحاذير بتاع مؤسسات المجتمع المدني اللي احنا نتكلم فيها على العلاقة مع التجار مع رجال الأعمال العلاقة مع رجال الأمن والعلاقة مع الجيش واليوم بنتكلم على دور هذه المنظمات بتاع المجتمع المدني وكذلك دور الشباب فيها طبعا بنشكر الشباب اللي بيساعدوني اللي هي سحر وماهر وأحمد الشيخ على بتاعهم واللي عايز فيكم يخش على اي صفحه من صفحات السوشيال ميديا صفحات هنا موجوده عندكم علشان تفيدكم طبعا آه... عندك ريموت آه... ايه هي اهميه منظمات المجتمع المدني في عجاله كده بنتكلم فيها قبل ما نخش فيها بالتفصيل هي لها منفعة عامة تضمن مشاركتك تدعم مبادرتك تنمي قدراتك تعزز انتماءاتك تحقق طموحك تداوي آلامك تحفظ حقوقك تنور فكرك تلبي احتياجاتك توصل صوتك تبني مجتمعك تجمع وطنك يعني دي في عجالة على الدور اللي احنا متوقعين انه يحصل من مؤسسات المجتمع المدني اللي احنا بنتكلم عنها ودي الحلقة التانية بتاعتها بالتفصيل نتكلم فيها ان هي الشريك الثالث او الرابع في بناء الدوله مع مؤسسات الحكوميه مع مؤسسات الدوله مع المؤسسات او اللي هو رجالات الاعمال والقطاع الخاص التجاري وكذلك مع المؤسسات البحثيه والمؤسسات الفكريه انا حطيت المؤسسات الفكريه والبحثيه هنا ليه لان في المنطقه العربيه لا نؤمن بالبحث في المنطقه العربيه لا نؤمن بحاجه اسمها Think تانك او الايه مراكز الأفكار فلذلك أنا حطيتها كجزء شريك عشان أبرزها وإن كانت هي جزء من مؤسسات المجتمع المدني أما ننظر هنا نجد إن دي بقى الأدوار اللي بنتكلم فيها عن مؤسسات المجتمع المدني أول حاجة بتحافظ على التماسك والترابط المجتمعي من خلال تقديم الخدمات المجتمعية يعني بعض الاحيان الحكومات لا تستطيع ان تقدم بعض الخدمات في اماكن بعيده عن العاصمه فبتقوم بهذا الدور مؤسسات المجتمع المدني. الحفاظ على التراث والثقافه والقيم والعقائد المجتمعات لان في مؤسسات متخصصه وتخصصاتها بيكون اعمق واكثر واكثر بعدا من اللي هي الوزارات بتاعت الثقافه اللي احنا بنتكلم عنها. آه ايضا بتحافظ على الثروات القوميه الوطنيه يعني معناها ايه؟ معناها لو في حد بيسرق آه اثار، حد بيسرق آه مقتنيات، حد ففي مؤسسات لحقوق تدافع عن مثل هذه الثروات التي ته تسرق وتصدر الى الخارج من المفسدين والفسده. آه بتمثل الوطن في المحافل الدوليه والدفاع عنه في كل مجالاتها، في مؤسسات بتحضر مؤتمرات مع الامم المتحده، مع الاتحاد الاوروبي، مع الاتحاد الافريقي مع الاتحاد الاسيوي مع كل هذه التشكيلات العالميه وتتكلم عن الوطن وتتكلم عن قيمه الوطن وتتكلم عن قيم وايه وعادات تقيد الوطن واحلام وامال المواطنين في الوطن ايضا بتدافع عن حقوق المواطنين والوطن يعني بتدافع عن حقوق الوطن في كل المجالات في كل المجالات اللي متخصصه فيها سواء في الزراعه او في الصحه او في التعليم او في المياه او في المناخ تغير المناخي الى اخره وفي نفس الوقت بتدافع عن حقوق المواطنين داخل الوطن نفسهم اللي هي مؤسسات ايه اللي هي بنسميها مؤسسات المناصره اللي بتناصر حقوق المواطنين وتجعل الحكومه آآ آآ تستمع لارائهم وتستمع لاقتراحاتهم وتستمع للحلول هم حاطينها علشان يرجعوا كل هذه الحقوق للمواطنين بتربي وتبرز قيادات مجتمعيه شبابيه يعني هذه المؤسسات بتربي الشباب يعني في داخل مثل هذه المؤسسات التوعية اللي عنها بيطلع منها قيادات للمستقبل يعني أنا أعرف كثير جدا من اللي كانوا مسكين الاتحادات الطلبة في كثير من الجامعات تحولوا من قيادة اتحاد الطلبة اللي أصبحوا وزراء أو رؤساء مجالس إدارة أو أو إلى آخره يعني تدربوا إما في اتحاد الطلبة أو تدربوا إما في جمعيات محلية قومية مجتمعية في حي أو في حارة أو في مدينة أو في قرية إلى آخره. بتحارب الفساد وتكشف امور مصر ليه؟ لأن هي بتجري هي طبعا مش مرتبطة بسياسة الحكومة اللي هي آآ آآ مش يعني هي مرتبطة بالقانون الأساسي بتاعها اللي هو تراقب من الحكومة، لكن في بعض الموظفين والعمال الفسدة داخل الحكومات بيعملوا عقود فاسدة بينهم وبين رجال قطاع الأعمال وهي بتراقبهم وبتحاول تظهر الفساد اللي بيحصل كان في داخل الحكومه او داخل مؤسسات القطاع الخاص او داخل حتى اي مؤسسه مؤسسات المجتمع المدني. بتراقب الاداء الحكومي وبتمنع تغول القطاع الخاص على اداء الحكومه وحقوق المواطنين يعني بت... يعني دايما خلي بالكم ان العلاقه دايما ما بين مؤسسات الحكوميه والقطاع الخاص قد تكون شريفه ونزيهه وقد تكون غير شريفه وغير نزيهه. ليه؟ لان قطاع رجال الاعمال عنده اموال كثيره جدا وعايز يستفيد باقل التكاليف فيتعامل مع الفسد من موظف الحكومة علشان يصل لهدفه ويصل ليحقق له أحلامه فهي بتراقب هذا التاجر الفاسد وتراقب هذا الموظف الفاسد داخل كوادر الحكومة تضع طيب حلول مجتمعية وسياسية لمشاكل تعاني منها المجتمعات داخل الوطن خلال مراكز أبحاث متخصصة يعني دايما هي بتقدم الحلول يعني هي طبعا بتراقب وبتساعد الحكومة في الأداء لكن في نفس الوقت بتقدم الحلول ليه لأنها هي على الأرض هي على الأرض قبل الحكومة وهي العرض بعد الحكومه يعني في حكومات تستمر في الحكم بتاعها في في المكاتب بتاعتها مده خمس سنين 10 سنين 15 سنه ونلاقي في 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 مؤسسات وجمعيات مجتمع مدني بقى لها 40 و50 و60 و70 و80 و100 سنه تعمل سواء كان هذا في منطقة العربيه او في المناطق الاخرى اللي بنتكلم عنها. فخبرتها المجتمعيه اكثر كثير جدا من خبره موظفين الحكومه اللي هم بيجوا وتغيروا ما بين عشيات وضحاها. ترفع رفع المستوى الوعي والانتماء الوطني. هي من حاجه من من الاشياء اللي بتعملها الجميله ان هي بترفع راعي وعي المواطن. وترفع قدرته على التفكير لان بتقول له هذا حقك وهذا واجبك وهذا دورك الذي ممكن تقوم به. بتتصدى ايضا للكوارث الطبيعيه والازمات الاقتصاديه والامراض المجتمعيه من خلال برامجها المدنيه وتعاونها مع الحكومات المركزيه. بقت في المحافظات، يعني لو في كوارث في مؤسسات انسانيه بتشتغل معاها او حتى مؤسسات اجتماعيه او حتى مؤسسات دينيه زي المساجد وزي الكنايس وزي المعابد الى اخره، كل هذه المؤسسات بتستطيع انها تستجيب للكارثه الطبيعيه او لاي كارثه في المجتمع قبل ان تاتي المؤسسات الحكوميه او قبل ان تاتي ياتي المسؤولين وتتحول الى ميزانات كبيره، فبتكون هي ايه بنسميها اول من يستجيب لمثل هذه الكوارث عندنا. بتشارك في وضع خطط طرق المستقبل يعني احنا يعني لو كان عندك لو كان عندنا حكومات نزيهه لابد على هذه الحكومات انها تستشير مؤسسات المجتمع المدني في رايها في مشروع قومي كبير سواء كان مشروع لمد السدود او الجسور او الطرق او الاستصلاح الزراعي او المناخ او العماله او الاسواق الاخر ليه؟ لان هم موجودين على الارض ويعرفوا مناخ المجتمع اكثر بكثير جدا من وزير او رئيس وزاره او نائب رئيس وزاره الى اخره. فلذلك لما ننظر لمثل هذا ان اردنا ان نضع خارطه الطريق فلا بد ان يكون معنا الشريك الاساسي في هذه الثلاثيه او الرباعيه اللي هو مؤسسات المجتمع المدني. لخبرتها وقربها من المستفيدين. أبو تشارك أبو بتحارب الامراض المجتمعيه كثيرة. زي ايه في التطرف دلوقتي كتير جدا الانعزاليه الارهاب المخدرات الادمان الدعاره اطفال الشوارع آه، الالحاد العنف الجريمه كل هذه الاشياء هي بتقدم حلول لانها على الارض فتعرف ان في الحاره دي في بعض الناس هيحصل لهم كذا وكذا 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 وفي افكار غريبه جاينا من اماكن مختلفه وفقه غريب وأراء غريبه فذلك هي بتقدم حلول مجتمعيه اما لا لان هذه الامراض لا تعالج بالحلول الامنيه او الحلول المسلحه اللي يعني بالعصا الغليظه ابدا عمر ما كان في مرض اجتماعي يحارب أبقى بال 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 عن طريق اللي هو الجيش او عن طريق اللي هو الامن فقط بتساهم في ايجاد فرص عمل للشباب والمساهمه في بناء الاقتصاد الوطني من القمه تخيلوا مثلا لو احنا نتكلم مثلا على بلد زي بريطانيا أنا ذكرت المثل ده كتير جدا 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 المال اللي بتجمعه الجمعيات الخيريه هنا في بريطانيا 74 مليار جنيه استرليني فكم بيستفيد من هذا المال كموظفين هنا سواء كانوا عمال سواء منظفين سواء كانوا هم مدراء سواء كانوا متخصصين في اشياء معينه، كانوا مستشارين، سواء كل هذه الاشياء بتستفيد منها ايه؟ المتطوعين الى اخره الى اخره، الدوله نفسها حتى ال 74 مليار جنيه استرليني دول بيعملوا رواج اقتصادي في قطاعات مختلفه، قد تكون تصل مثل هذه الميزانيات تحقق حوالي من 5 ل 10% او 12% من العماله اللي تستفيد منها الدوله والمجتمع كذلك. بتساعد ايضا إيجاد فرص عمل للشباب والمساهمه في بناء الاقتصاد الوطني من القاعده الى القمه. الدور الاخر بتساهم في استكمال المنظومه التعليميه، انا بركز على التعليم ليه؟ لان التعليم مهم جدا جدا جدا، ان اردنا ان نبني وطنا لابد ان نبني معلما ونبني طالبا ونبني خريجا يستطيع ان يفهم حقوقه وواجباته ويكون واعي بوطنه وأهداف الوطن بتاعه ومدخرات الوطن وثروات الوطن وتاريخ الوطن وثقافة الوطن إلى آخره إلى آخره فهت فالتعليم مهم جدًا يعني في فيه آراء كتير جداً في آراء كثيره جدًا في التعليم وفي نظم التعليم بعض الوزراء بيجيبوا طرق تعليم استفاد منها في مناطق ومجتمعات غريبة جدًا عن المجتمعات اللي إحنا بنعيش فيها فلن تشتغل فلن تعمل ليه لأن يعني مثلا من 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 المضحك المبكي ان في بعض الاماكن كانوا بيوزعوا اللي هم التابلتس اللي هي بتاعت الكمبيوتر دي اللي هي الايباد وجابوها في في اماكن ما فيهاش انترنت وحتى ما فيهاش كهرباء فكم من مئات الملايين من الدولارات صرفت برعونه لماذا؟ لان ما فيش دراسه في استفاده من فساد معين في مجال معين في جهه معينه ليه مستفيدين لبيع هذه الالات او الادوات كذلك. فطبعا بالنسبه للتعليم مهم جدا مهم جدا مهم جدا في التعليم وفي كمان ايه التعليم البديل، التعليم البديل في كتير جدا من الطلبه ما بيحبوش يدرسوا خمس او 15 عشر او 20 ماده او 12 او 8 مواد، يحبوا متفوقين يحبوا يتميزوا في مادة أو اثنين أو ثلاثة أن ليه أخليهم يدرسوا عشرة 15 مادة هيسقطوا في سبعة منها وحينجحوا فقط في ثلاثة فلابد نجد وسائل جديدة لتعليم بديل تعليم من منه, منه, أيضا اللي هو التعليم اللي هو الحرفي التعليم المهني التعليم الموهوبين إلى آخره إلى آخره إلى آخره فما يكونش التعليم نمط واحد أو التعليم المجتمعي بتشجع الحرفيات والحرفيين كذلك وبتساهم في بناء الاسواق الشعبيه واعتبرها احدى وسائل بناء الاقتصاد الوطني. الاقتصاد الوطني بيبنى من القاعده للقمه واول شيء في الاقتصاد هو مدى انتاج الفرد. مدى انتاج الفرد. انا ما يهمنيش ان انا اخد اموال من بنك الدولي او من صندوق النقد الدولي او من الاتحاد الاوروبي او من كذا كل ده كل ده لا يبني اقتصاد الذي يبني الاقتصاد هو المواطن القادر على الكسب والمواطن القادر على الانتاج المواطن القادر على الكسب والقادر على الانتاج بتساعد في هذا الامر بتبرز المواهب المجتمعيه تبناها يعني لابد الجمعيات دي لانها قريبه جدا 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 كقرون استشعار داخل المجتمع هي تجد ان هذا الانسان موهوب في كذا او كذا وكذا أو تتبنى مثل هذه المواهب والقدرات علشان تنمي تنمي قدراتها وتبرزها للمجتمع تتبنى ايضا المبادرات الشبابيه الجاده وبراءه الاختراع دي مهمه جدا وتبني اخيرا وليس باخر بناء القدرات البشريه للمواطنين والعاملين في المؤسسات غير الحكوميه وكذلك يعني مثلا اما نعمل احنا برامج لبناء القدرات لابد ان نشتك فيها معانا ناس موظفين من الحكومه مش عيب لانهم كلهم يعتبروا يعني موظفين خدميين مدنيين في داخل الحكومه فانا اعمل انا قادر على ان انمي الموارد البشريه لجمعيتي الموارد البشريه للمجتمع الموارد البشريه للجمعيات الاخرى وكذلك الموارد البشريه داخل الحكومه ده ايضا النقطة نمرة 19 فإذا عندنا 19 نقطة أنا كتبتها لكم علشان إيه نحطها ممكن يكون أكثر من كده كذلك لذلك من يريد منكم أن يريد هذه المحاضرة ترسل له بالإيميل ممكن نرسلها له بالإيميل عشان يفرغها ويحط عليها نقاط أخرى في أين تتواجد منظمة المجتمع المدني ممكن تكون في داخل الدولة أو في الحروب والنزاعات في داخل الدولة بتبدأ إيه؟ أول حاجة بتطالب بحق المواطن زي ما أنتوا شايفين كده، شايفين هنا هو، أول حاجة في أدي المواطن هو، وهي بتتبنى دور المواطن فبتطالب حقوقه منين؟ من, من اه كمواطن عليه حقوق وعليه واجبات، المنظمات هنا هو هي اللي بتوصل صوته للدولة وفي من خلال مشاريع معينة أو من خلال طلبات معينة. ده في الحالة العادية اللي ما فيهاش حرب، أما لو كان في حرب ونزاعات زي ما احنا شايفين ان هو أما لو كان في حالة الحروب والنزاعات فهي بتقوم بدور الدولة في العمل الاجتماعي والعمل الاقتصادي والعمل السياسي وتلبي احتياجات المواطن من ألف ليه زي ما احنا شايفين مثلا في سوريا زي ما احنا شايفين في اليمن في في سوريا في أماكن كتير جدا ما حكومة فهم بيقوموا بدور الخدمي الاجتماعي الإنساني اللي أنا ما خلائقي زي ما كما ذكرت في محاضره من ثلاث ايه من, تلت اسابيع اربع اسابيع يبقى المواطن هو هنا هو بتطالب حقوق المواطن ومنظمه المجتمع المدني هنا يعني هو بتحل محل الدوله في تلبيه الاحتياجات وحفظ الحقوق اداه في مناطق الحروب والنزاعات. في تعريف اخر للمجتمع المدني احنا ما قلناهوش ما قلناهوش الاسبوع اللي فات كما قالوا في مفكر اسمه سيرجاي كوفاليف بيقول ايه المجتمع المدني هو المجتمع الذي لا لي ينسب لدوله بل الدولة تنسب للمجتمع، يعني المجتمع اللي هو لازم ينتسب لا لأن المجتمع كان موجود قبل ما يكون في دولة. ها؟ المجتمع كان موجود ومن خلال المجتمع ده تأسست الدولة، وتأسس الوطن، وتأسست كل هذه الأشياء. فيبقى المجتمع المجتمع المبني هو المجتمع الذي لا ينسب لدولة، بل الدولة تنسب للمجتمع، آه آه هذا تعريف إيه؟ آه سيرجاي آه سير آه كوفاليف. بعض القيم والمبادئ، طبعا انا مش هتكلم كتير جدا عن دور الشباب النهارده وهقول لكم ليه بعدين دي القيم والمبادئ اللي موجوده في مؤسسه المجتمع المدني الكرامه الانسان واحترام قيمه ومبادئه وعقله واحترام عقله وحرياته العامه بصرف النص عن الجنس واللون والدين والمركز الاجتماعي والاقتصادي القدره على التامين الفعلي لتمتع افراد المجتمع وجماعاته واقلياته بحقوق وحرياتهم ضمان حق الفرد في العيش الكريم وضمان حقه في التعليم والصحه الى اخره الاعتراف بالفرد كاداه للتنميه والتغيير واعتباره صانع تقدم المجتمع وبقائه واستمراره، ضمان تكافؤ الفرص بين الافراد والجماعات في مختلف المجالات الحياه، ضمان حق النقد وحريه التعبير والتفكير والصحافه، رفض كل الوان الظلم والعدوان والعنف الجسدي والمعنوي والارهاب المادي والفكر والسداد والاستغلال والتعصب والتمييز العنصري والفوارق الطبقيه الحاده بين فئات الشعب الواحد، العمل على تشجيع التجديد والتغيير والخلق والابداع والمبادره، دور الشباب انا مش هطول كده جدا في دور الشباب لامرين لان حسيت ان انا حق... لن اعطيه حقه لو بس اتكلمت على ايه الف... 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 الفقرتين دول علشان كده وانا في في عطله الاسبوع الماضي وكذلك وانا مسافر لندن امس رايح جاي كتبت ثلاث محاضرات اول حاجه كتبت محاضره عن دور الشباب ودي هعملها محاضره لوحدها ثاني حاجه كتبت محاضره عن التطوع ودي هعمل لها محاضره لوحدها ثالث حاجه كتبت محاضره عن انواع الجمعيات اللي احنا من زي, زي, عندنا زي ما انا قلت في ان الدول في ثلاث انواع دول قويه مستقره دول هشه ودول فاشله ايضا في الجمعيات عندنا هتكلم عن الدول القويه والمؤسسات الضعيف فكتبت ثلاث محاضرات دول وانا مسافر منهم اثنين وانا مسافر امس لندن واحده كانت اتجاه راس اتجاه القطر فما ليش مشكله والثانيه وانا راجع من لندن كان اتجاه القطر معاكس لاتجاه جلستي في الـ في الـ في, الـ في القطر فحصل لي دوار لكن مع ذلك انجزتها الحمد لله بفضل الله سبحانه وفي في بردك محاضرتين ثانيين احنا بنحاول نعدهم عن الايتام ومعنى كفاله اليتيم ومعنى كذلك الدعم الى اخره والتبني و التكاليف بتاعت الكفاله في محاضره اخرى عن التغير المناخي خاصه مع ازدياد عدد الطائرات وازدياد عدد السفن مش السفن العربات اللي بتخش المدن كل يوم في الذين يساهمون في التلوث البيئي فطبعا اصبروا معانا لان هتكلم عن الشباب ان شاء الله هحاول اتكلم عن الاسبوع الجاي ان شاء الله طبعا هنا دور الشباب للشباب دور اساسي في الحوار وابداء الراي وذلك ليس مستغربا في خضم الحراك الشعبي في العالم العربي وفي ظل الثورات العربيه في عدد من الدول المنطقه والتي عرفت بالطبيعة العربي ومن المعروف لدى الجميع ان هذه الثورات قامت بفعل الشباب ونتيجه لرغبتهم بتغيير كثير من التراكمات التي حالت دون تمكنهم من العيش في بلد مستقر لا أه تحكمه تحكمه الدكتاتوريه والاستبداد والظلم. لدى الشباب رغبه كبيره جدا في, في تقديم مصلحه خدمه للمصلحه العامه وفي التشارك في الكثير من الانشطه التي تخدم المجتمع المحلي والوطني وابعد من ذلك ان وسائل التواصل الاجتماعي جعلت الشباب في تواصل مع امثالهم في كل دول العالم فهم يتبادلون المعلومات والافكار والتجارب وبذلك تخطت رغبتهم المشاركه في العمل لمصلحه الانسان والانسانيه عامه من المستوى الداخلي المحلي الى المستوى الاقليمي والدولي. نتيجه لما سبق يسعى الشباب الى الانخراط في منظمات المجتمع المدني لانهم يريدون المساهمه في خدمة المصلحة العامة ولأنهم يدركون أهمية العمل الجماعي وأهمية العمل كفريق وبذلك يكون وجود العناصر الشبابية داخل منظمات المجتمع المدني تجعلها أكثر حيوية وتجدد واستمرارية فإن شاء الله الأسبوع الجاي هنتكلم عن الشباب عشان أنا مش هقدر إيه أو أوصل ده المعلومات دي كلها ليكم اليوم لكن دي مقدمة لما سنقوم به الأسبوع القادم إيه العوامل بتساهم في تعزيز عمل منظمات المجتمع المدني وتشجع الانتساب والتطوع فيه. اول حاجه القوانين بتاعت البلد اللي بتسمح بانخراط الشباب في منظمات المجتمع المدني ابتداء من سن الثامنة عشر وقبل كذلك سن الثامنة عشر ده متأخر أنا عايزها كمان تكون من سن ستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة وهم في المدارس الابتدائية جو التوجيه العائلي العائلة ليها دور مهم جدا للانطلاق من الفردية نحو العمل الجماعي وضرورة التوجيه العائلي نحو أهمية العمل التطوعي دي نمرة اتنين دور العائلة المدارس نمرة ثلاثة نحو أهمية التوجه نحو أهمية خدمة المجتمع والمصلحة العامة هو من ضمن البرامج الدراسية المقررة وجود مناهج جامعية تدرس أهمية المجتمع المدني المنظمات يبقى احنا نتكلم دلوقتي على القوانين بتاعة الحكومة على العائلة على المدرسة على الجامعة نشر مفهوم المجتمع المدني على المستوى المحلي والوطني في كثير من الأحيان يجري الخلط بين هذا المفهوم والعلمانيه او الالحاد الى اخره الى اخره، يعني الناس مش فاهمه يعني ايه مجتمع مدني، الناس مش فاهمه يعني ايه الحد الناس مش فاهمه يعني ايه لما الناس مش فاهمه يعني اللي ايه الليبراليه الى اخره فالعمليه ايه اختارت الحبل بالنابل لابد المفهوم المجتمع المدني ده ينشر داخل مثل هذه المجتمعات تطوير القوانين احنا كلام فوق على القوانين تسمح ودلوقتي تطور قوانين التي تحمي حقوق المنتسب المتطوع الى المنظمه او العاملين فيها في منظمة المجتمع المدني وكذلك المنظمه نفسها عند تاسيسها واثناء عملها القوانين تساهم في الحصول على بأن وجود قوانين تساهم وتيسر للحصول على الدعم الخارجي من المو... على التمويل اللي لازم نعملها اطراع المواطن ده مهم جدا 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 آه... الذي يرغب بالانتساب لمنظمة المجتمع المدني على نظامها الاساسي والداخلي وبالتالي معرفته لشروط الانتساب كل هذه الاشياء بتخلي لو يعني ده نلخصه في حاجه في مسؤوليه عن الحكومه في القوانين مسؤوليه على العائله مسؤوليه على المدارس مسؤوليه على الجامعات مسؤوليه على الحكومه في الاعلام عشان تعرف المجتمع المدني مسؤوليه في تطوير القوانين الى اخره آه، ايضا في احد الاشياء اللي بتعزز عمل منظمه المجتمع المدني وتشجع الانسب ليها آه، اللي هو وجود مفهوم الحكومه داخل المنظمه يعني ايه يعني في شفافيه في مراقبه في محاسبيه الى اخره فلا بد الانسان لما يجي يتطوع في مثل هذه المؤسسات يبقى عارف ان كل شيء شفاف ما حاجة, حاجة, حاجه من فوق وحاجه من تحت وحاجه من فوق الترابيزه وحاجه من تحت الترابيزه ده بالنسبه للتطوع ثاني آه، حاجه آه، الاستمراريه بحيث تك... تكمل يعني ما يخش معانا المتطوعين يشوفوا المشروع من الالف لليه الاستمراريه بحيث تكمل المشاريع خطتها او تحقق اهدافها وتكسر انشطه المنظمه تطبيق المنظمه لاهدافها الاساسيه بحيث يجد منتسب نفسه يعمل ضمن اهتماماته وخياراته الاساسيه اتاحت إيه الفرصه المنتسب بابراز طاقاته يعني انا جاي محتوى ليه علشان تستفيد مني تستفيد مني في شيء انا بحبه تستفيد مني في شيء انا عندي خبره فيه تستفيد من شيء انا عايز اعمله كذلك عشان ايه تفجر الطاقات اللي الأساسية إيه تحت فرصه المنتسب بابراز طاقاته في العمل التطوعي والجماعي تلبيه المنظمه الاحتياجات المجتمعيه المعنيه بها يعني المنظمه دي بتلبي الاحتياجات هي المنظمه دي اتعملت عشان ايه اتعملت علشان في حاجه مجتمعيه لخدمه مجتمعيه هتقوم بيها ولو لم تكن هناك حاجه للخدمه المجتمعيه ما كانت منظمه تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف من منظمات المجتمع المدني بحيث تتم الاستفاده من تجاربنا احيانا يعني ما يكون ايه في تواصل ما يكونش في تقوقع ما يكونش في جمعيه تقول لك لا المعلومه دي بتاعتي مش عايزه اشاركها مع حد او المشروع ده بتاعي مش عايز اشاركه مع حد انا مش عايز اقول ده عشان ما يسرقوش المتبرع منه ده كله كلام فارغ لان انت ومعلومتك وما ومالك واهدافك كلها ملك المجتمع انتم خرجتم كلكم جميعا او احنا خرجنا كلنا جميعا من اجل خدمه هذا المجتمع الذي يمثل جزء من الوطن اللي احنا عايشين فيه التشبيك مهم جدا بين منظمات المجتمع المدني بحيث تتم الاستفاده من مجال وعمل التخصص العديد من المنظمات التمكن من الوصول للمعلومات التي تتيح الاعضاء بناء الانشطه على اسم معرفيه، يبقى بالتالي كل هذه الاشياء لما تكون موجوده داخل المنظمه يبقى تستطيع الشباب انهم ينتموا لمثل هذه المنظمه يكون فيها قوانين وفيها شفافيه وفيها محاسبيه وفيها مرجعيه وفيها تواصل وفيها تشبيك وفيها تفعيل وفيها تمكين الى اخره، يبقى يكون الشباب يجوا وتحمسهم ونحفزهم على انهم ينتسبوا لمثل هذه المنظمات. وبرضك هيكون لنا محاضرة عن تعريف التطوع في أنا حطيت له 13 نقطة أيضا وإحنا وأنا في القطر أمس 13 نقطة وكل نقطة من نقطتين يعني 26 نقطة هنتكلم فيها بعد كده أهو التدريب طبعا المنظمات لو كان لما يحس المتطوع انه هيتدرب والمنظمة المنظمه هتدربه وهيختصر كبرات هيجي لها طبعا التدريب والتمكين لاعضاء المنظمه لان ذلك يساهم اتباع منهج علمي في تنفيذ المشاريع العمل على تحقيق الوعي المجتمعي انت انت ما اما تكون انت موظف او تكون انت متطوع فانت بي... في المنظمه دي بترفع مستوى الوعي عندك علشان تقدم خدمات اكثر للمجتمع حفاظ المنظمة على مصداقيتها دي مهمة جدا لأن ذلك يدعم الاستمرارية بتاعتها، السعي لجعل العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والدولة علاقة متكاملية، احنا بم احنا مش عايزين نعمل معركة بيننا وبين الدولة أو بيننا معركة بين مؤسسات الدولة أو مؤسسات الحكومة، احنا عايزين تكون علاقة تكاملية، احنا عايزين الدولة والحكومة في داخل الدولة إنها تشعر إن منظمات المجتمع المدني بتقوم بدور يكمل الدور اللي هي بتقوم بيه ويكون لها الحرية الكافية في الانتقال وجمع المعلومات للمسؤولين وتنفيذ المشاريع لانها تصل للمحتاجين قبل ان يصل اليها الوزير والرئيس والامير والملك والشيخ الى اخره. البعد عن التبعيه والحفاظ على التقاليد طب الحاجات اللي بتخلي الناس ما يشتغلوش في بعض المنظمات او المتطوعين ما يروحوش المنظمه دي انا كنت انا في فتاه تركيه جات لي في لندن عشان عايزه تتطوع في احد المؤسسات فقالت لي انا مش عايز اروح المؤسسه دي. خلاص هبعت لك السي في بتاعتك او اللي هو السيره الذاتيه بتاعتك لمؤسسات اخرى وكذلك يعني بيطلبوا عشان حاسين في مؤسسه لها تبعيه لحزب او تبعيه لفكر او تبعيه لقبيله او تبعيه لشخصيه فالشباب ما بيحبوش يشتركوا فيها. حفاظ المنظمه على قدراتها وجهوزياتها لما الشاب يحس ان المنظمه دي جاهزه على طول وقادرة على طول وجهوزات التحرك عند وجود انتهاك للحقوق ولا عنها، يعني لما أنا حاجة أشتغل هقدم عندك وظيفة إيه؟ أو حاجة تطوع عندك لمحس إن أنت عندك قدرة وجاهز دايما انك تشتغل لانك عندك الخبرة وعندك الكفاءة وعندك التاريخ وعندك المخدرة بناء علاقة ثقة متبادلة وتعاون بين المنظمات المجتمع المدني لما يكون انا شايف ان القطاع كله متكامل مع بعضه يعني المنظمة دي ما بتاكلش في دها المنظمة دي، ما بتسبش المنظمة دي، ما الرئيس ده ما بيسبش في الرئيس ده، والغفير ده ما بيسبش في الغفير ده، لما نحس ان ان احنا كقطاع للمجتمع المدني في الاف طبعا للاسف في كتير جدا من الدول العربية عدد المنظمات فيها يعد على اليد وللاسف يعني او اقل من 100 او او الى اخره، وفي بعض المؤسسات في اوروبا وغير اوروبا بتلاقي المؤسسات بمئات الالاف او بالمئات رب ما دي ما بتاكلش بعضها البعض هيخش يحس ان القطاع نظيف ها هو ايه يحب انه ينتمي لمثل هذا القطاع دعم الاعلام لدور مظبوط يعني الاعلام ما يركزش فقط يعني مثلا احنا مثلا عندنا مثلا في بلد ما 40 او 50 الف جمعيه أنا بتكلم عن البلاد اللي فيها منظمات من يعني في المنطقة العربية أو عندنا خمس أو 10,000 أو 20 أو 30,000 أو عندنا 100,000 ما نجيش بقى نركز الإعلام بتاعنا فقط على منظمة عملت حاجة وحشة طلع حرامي طلع حد 40 أو 50 ألف منظمة ثانية عملوا حاجات جميلة فالإعلان عنده مرض المرض بيقول إيه إن هو يأتي للغريب والمستهجن والمستغرب والسيء فيبرزه اما الجيد والواضح والمنجز ما يركزش عليه ده للاسف يعني لو حد قتل كل يجري عليه لو حد سرق كل يجري عليه لو واحده اختصبت كل يجري عليها وهكذا لكن فين الانجازات الاخرى اللي بتعمل مشاريع عملاقه ما يركزش الاعلام عليها ها وده 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 شيء في شخصيه الاعلام اللي هو عايز ايه فرقعه عشان يفرقع بيها ايه الفرقعه الاعلاميه بتاعته تفعيل المسؤوليه الاجتماعيه للقطاع الخاص يعني احنا بردك نروح الى القطاع الخاص نقول له احنا عايزين المسؤوليه الاجتماعيه بتاعتك تجاه المجتمع عن طريق المشاركه فلما يحس المنتسب اللي هو المتطوع او الموظف ان في علاقه قويه ما بين رجال الاعمال اللي هم بنفعل عندهم المسؤوليه الاجتماعيه والمؤسسات هيجي ينتسب لمثل هذه المؤسسه مشاركة منظمات المجتمع المدني في رسم السياسات العامة كذا كل هذه الأشياء بتخلي الإنسان مننا الشاب مننا والشاب مننا تبقى إيه عندها رغبة في إنها تنتمي متطوعة أو تنتمي كموظفة لمثل هذه المؤسسات إيجابيات عمل منظمات المجتمع المدني بقى عشان نخلص عشان طولنا شوية هي بتتيح الفرصة للمشاركة في الآراء دي نمرة واحد تبادل الخبرات والثقافات بين مختلف مكونات المجتمع دي نمرة واحد نمرة اتنين العمل على نشر التوعية والمساهمة في عملية التنمية المجتمعية، التنمية المجتمعية ده مجال لا حصر له ولا قوة. ناس تتعلم فيه. دي نمرة اتنين. نمرة العمل على تشكيل قوة ضاغطة للمطالبة بحقوق الأفراد والجماعات. ودي دي كتير جدا من الحكومات في مناطق معينة ما بتحبهاش. آه، نمرة أربعة في أكثر الأحيان تكون منظمات من المجتمع المدني عابرة للاختلافات الدينية، يعني لأنهم بيشتغلوا في المتشابهات. بيشتغلوا في المتكاملات، ما بيشتغلوا في ما بيشتغلوش في الآراء الحزبية أو الآراء الدينية المختلفة أو أو إلى آخره، فبتكون تعدي كل هذه المشاكل سواء كانت حزبية أو دينية أو ثقافية أو مذهبية. أغلب منظمات المجتمع المدني تسعى لخدمة المجتمع والمصلحة العامة، هكذا ما يعلن عنه، لكن في طبعًا في مؤسسات سيئة. أثناء الحروب حلت منظمات المجتمع المدني حل الدولة في غث اللاجئين المتضررين من تلك الحروب. تلبي منظمات المجتمع المدني الكثير من الاحتياجات على صعيد المعوقين والايتام والمراه والطفل الى اخره تؤثر هذه المنظمات في تغيير سياسات الدوله بحيث تتلائم مع مطالب ليه؟ يعني كيف تغير سياسات الدوله؟ انها بترى حاجات الوطن وحاجات المجتمع من قاعده الى القمه. واخد بالك؟ انها جديه العمل داخل منظمات المجتمع المدني تعطي نموذج جيدا وتؤثر في عمل ادارات ودوائر الدوله المشاركه في عمل منظمات الاجتماع المدني يساهم في تمكين الافراد من الناحيه الفكريه والثقافيه الوطنية. الانجازات داخل منظمات الاجتماع المدني تساهم في تحفيز الشباب على العمل التطوعي، دي ايجابيات الايه؟ المنظمات اللي نتكلم عنها، احنا ما الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن المحاذير، الاسبوع ده بنتكلم عن الايجابيات. ايضا منظمات الاجتماع المدني بحاجه الى انظمه ترعاها. وبحاجه لتعديل القوانين التي تحد من عملها والى تطويرها. تطوير هذه القوانين بحيث تصبح قادره على حمايه الوطن والمواطن، يعني دي احتياجات بقى المنظمات عايزه قوانين آآ آآ انظمه ترعاها وتعديل القوانين علشان تطور هذه والى القو... و... و... تطوير هذه القوانين، يعني ما يكونش في قانون مثلا بقى له 50 60 سنه وما عادش طوره. واخدين ما بالكم؟ تكون قادره على حمايه المواطن وحفظ حقوقه ويستطيع ان يوظف طاقاته في خدمه مجتمعه وتطويره. التنشئه المجتمعيه والاجتماعيه والاسريه والتربية التعليم بكافه مجالاته هي التاسيس دي كلها كل دي ايجابيات، كل دي ايجابيات بنتكلم عنها يعني لما نربي نعمل تنشئه مجتمعيه اجتماعيه اسريه وتربيه وتعليم بكافه مجالاته هي التاسيس الصحيح للفرد على مفهوم المواطنه والسعي للمصلحه العامه والعمل الجماعي وحفظ الحقوق والمسؤوليه تجاه الواجبات التي تتبناها منظمات التعاون. ولا ننسى ان الثقافه التطوعي العمل التطوعي في منظمات الاجتماع المدني تساهم في كه؟ تساهم في تفاعل المجتمع مع منظمات المجتمع المدني فيصبح التطوع مسؤوليه يشعر من خلالها كل فرد بدوره ومسؤولياته تجاه مجتمعه ووطنه. اخيرا منظمات المجتمع المدني بحاجه الى مساحه واسعه من الحريات، مساحه واسعه من الحريات حتى يستطيع الفرد التعبير عن رايه وترجمه هذا الراي الى فعل وواقع لمصلحه مجتمعه العامه لان فقدان الكلمه تعني فقدان الحريه. يبقى احنا اتكلمنا هنا هو آه احنا اتكلمنا هنا هو عن اللي هو دور بتقوم بيه منظمات المجتمع المدني تكلمنا عن الحوكمه داخل منظمات المجتمع المدني اتكلمنا عن حاجه المجتمع المدني مع عن المتطوعين ازاي نرغب المتطوعين والعاملين اللي يشتغلوا في منظمات المجتمع المدني واخيرا اتكلمنا عن ايجابيات عمل مع منظمات المجتمع المدني فكل هذه الاشياء هي مهمه جدا بالنسبه لنا لان منظمات المجتمع المدني هي الشريك الثالث او الرابع داخل الدوله وداخل الوطن وداخل المجتمع في بناء صرح المجتمع في بناء صرح الوطن في بناء صرح الدوله ومراقبه الحكومه الى اخره. انا اعتذر لكم ان احنا تاخرنا شويه في الكلمه تعدت 30 دقيقه وان شاء الله يوم الخميس حيكون باللغه الانجليزيه. Next Thursday, this coming Thursday, we will see the same uh, lecture in English ان شاء الله at one o'clock on Thursday, York Time, Orlando Time, Maca Time and next week ان شاء الله كوبي ايدر فولنتيريزم اور ذا رول اوف يوث والاسبوع الجاي حكون اما التطوع واما دور الشباب في المجتمع المدني وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته